أشرف السيد المدير العام للأمن الوطني اليوم ثلاثاء 12 نوفمبر 2024 على تدشين المقر الجديد للمصلحة الولائية للأمن العمومي. هذه المصلحة العملية تختص بتسيير حركة المرور بإقليم أمن الولاية، المساهمة في الحفاظ على أمن المواطن وتوفير السكينة العامة. مراسم التدشين كانت متبوعة بزيارة تفقد وعمل للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني المجاهد دكتور بودراع بالعباس، وذلك للوقوف على التكفل الصحي والمرافقة الطبية لمنتسبي الأمن الوطني المتقاعدين وذوي الحقوق.